اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في دار جديد ان شاء الله. انا التعلم كهرباء من صفر حتى الاحتراف. الو كما كتشوف في العنوان لي تشيب ديال لي ديجونكتور غنحاولوا نشرحوهم في هذه الحصه ان شاء الله. الو هنا عندنا واحد الكادر تشيب دو تشيب اللي كنستعملو بزاف في الانستالاسيون. عندنا واحد دو تشيب هما اللي غادي نستعملو بزاف في الانستالاسيون الكتريك. نبداو باول تيب. هنايا عندنا ديجونكتور مانيتيك شنو كيدير لنا لا بروتيكسيون اللي كيدير ديجونكتور مانيتيك اولا ديجونكتور مانيتيك وهو الكويك سيركوي. شنو كيدير لنا؟ كيدير لنا لا بروتيكسيون ديال الكويك سيركوي. الكويك سيركوي كما شرحنا شنو هو الكويك سيركوي، هو تماس ما بين دو فاز ولا تماس ما بين فاز ونودر، يعني كيدير لنا لا بروتيكسيون ديال الكود سيركوي. الرمز ديالو او لي سامبول ديالو على هذا الشكل. هذا هو السامبول ديال ديجونكتور مانيتيك. ديجونكتور مانيتيك كندوزو ديجونكتور تيرنيك. هذا ديجونكتور مانيتيك كيدير لنا البروتيكسيون ديال الكود سيركوي هنا عندنا ديجونكتور تيرميك كيدير لنا لا بروتيكسيون ديال سير شارج هذا هو الرمز ديالو على هذا الشكل. كيدير لنا لا بروتيكسيون ديال سير شارج كما كتشوفوا هنايا هذا الرموز اللي عندنا. هذا ديجونكتور مانيتو تيرميك وكل اللي كيدير لنا لا بروتيكسيون ديال الكويت سيركوي وديال سير شارج بجوج. كيدير لنا بروتيكسيون ديال سير شارج وديال كود سيركوي. ندوزو ديجونكتور مانيتو تيرميك هو اللي تكلمنا عليه دابا واللي كنستعملوه بزاف في المنازل ديالنا. اش كيدير لنا؟ لا بروتيكسيون ديال الكود سيركوي وكيدير لنا لا بروتيكسيون ديال سير شارج. هذا هو السامبول ديالو. هنايا ان بون دو بون اللي غيكون عندنا كيدير لا بروتيكسيون ديال لا فاز وديال النودر على هذا الشكل. هذا هو السامبول ديالو كيكون اما مونوفازي ولا تريفازي، يعني دو بون ولا تروا بون ولا كات بون. يقدر يكون ان بون، نحاول نشوفو نفتحوه من ارموار. هنايا هذا ديجونكتور مانيتو تيرميك ديال ان بول اللي كيدير لنا حمايه ديال فاز واحد ديال لا فاز بوحدو. هذا ديجونكتور مانيتو تيرميك اللي كيدير لنا الحمايه لا بروتيكسيون ديال الفاز وديال النوتر ديال لا فاز وديال النوتر. يعني هذا ديال ان بول وهذا ديال دو بول بجوجهم نلقاو فيهم نفس سابو ديال مانيتو تيرمي، يعني كيدير لنا بروتيكسيون ديال الكود سيركوي وديال سير شارج. ندوزو لاخر ديجونكتور وهو ديجونكتور ديفيرونسيال، هو القاطع التفاضلي اللي كنستعملو في المنازل ديالنا. اشنو كيدير ليا هاد القاطع التفاضلي ولا ديجونكتور ديفيرونسيال؟ كيدير ليا لا بروتيكسيون ديال الكود سيركوي وديال السير شارج وديال الكورون دو فويت السامبول ديالو تيكون على هذا الشكل. دائما كود سيركوي سير شارج والكورون دو فويت على هذا الشكل. هنايا هذه هي البوطون اللي كتحكم ليا كطيح ليا بالكورون دو فويت. يعني القاطع التفاضلي شنو كيدير ليا؟ كيدير ليا تروا ديال البروتيكسيون، لا بروتيكسيون ديال الكود سيركوي، لا بروتيكسيون ديال السير شارج وديال الكورون دو فويت. ديجونكتور مانيتو تيرمي كيدير ليا لا بروتيكسيون ديال الكود سيركوي وديال السير شارج. ديجونكتور مانيتيك كيدير ليا لا
la protection de le coup de circuit. Ou des gens qui le mec qui dit la protection de sur charge. Alors, هادو هما لي تيب ديال لي جونكشن اللي كنستعملو سواء مونوفازي ولا تريفازي، يعني ان بول ولا دو بول ولا كات بول، يعني الحمايه ديال فاز بوحدو ولا الحمايه ديال الفاز نوتر ولا ديال كات، يعني ديال تريفازي، يعني تروا فاز وعندك نوتر، يعني اما ان بول ولا دو بول ولا كات بول. هادو هما لي تيب ديالهم. القطع التفاضلي ديال ديجونكتور ديفيرونسيال حتى هو غادي تلقاه اما مونوفازي ولا تريفازي. مونوفازي غتلقاه دو بول و تريفازي غتلقاه كات بول، يعني تروا فاز و نوتر. الو هذا هو لي تيب ديالهم اللي كان عندنا في هاد الحصه. ان شاء الله الحصه الجايه اولا الى سالينا هاد العشيه ان شاء الله نحاولوا نديروا واحد اللايف اللي نشرحوا فيه الكهرباء المنازل من الاول حتى الاخر. ندير واحد دو لايف ولا ثلاثه، يعني نقسمهم ونحاولوا نشرحوا هذاك الشيء كامل، يعني الاسئله ديالكم من الاول حتى الاخر. الو نحاولوا نشرحوا حتى هاد السي. كتلقى هاد السي بزاف في ديجونكتور. هاد السي شنو كتعند؟ سي 16 عرفنا الكاليبر ديالو 300 سونسيبيليتي ديالو. عندك سي شنو كتعني؟ تقدر تلقى دي، تقدر تلقى ا. شنو كتعني كيعني بهاد الرموز؟ نحاولوا نشرحوا هادشي كامل، هاد الرموز ديالو كاملين. هاد 600 شنو كتعني؟ هاد 300 شنو كتعني؟ نحاولو نشرحو هاد لي نورم كاملين، تعرف كل حاجه ديالاش، كل حاجه اش كتليق. ماشي غير غادي نلحق، يعني غادي نجي غنحط الانستراسيو ديال باشيمورا معتدله، يعني شويه سهله. ملي كتلاح في الانستراسيو ديال الموتور الكتريك كل شي حاجه كتولي حاجه اخرى، يعني خاصك تعرف لي نورم، واي حاجه تستعملها خاصك تعرف تحطها. يعني بغيت ندير واحد الجونكتور ديفيرونسيال، الكاليبر ديالو اللي غنحط راه ماشي غير كنجيو غنحطو، يعني ما كنخدمش عشوائيا. هاد الجونكتور اللي داير انايا ديال 35 امبير ما جيتش حطيتو، يعني هاد 35 امبير انا محتاجها، يعني محتاجها. و حتى لي ديجونكتور اللي تحت منو، يعني اي كاليبراج حطيتو اولا خدمت به، والا لواحد الهدف معين. يعني ماشي غادي نجيب انايا لانستارسيو كامله وندير لا بروتكسيون ديال 16 امبير، وهي خدامه ليا لي زاباري خدامه ب 20 امبير ولا 25 امبير. يعني الكاليبراج ديال لي ديجونكتور مانيتور تيرميك ولا ديجونكتور ديفيرونسيال كتعلق بلي زاباري الكتريك اللي كيكونوا عندنا في البيت ديالنا، يعني كل حاجه كتكون مرتبطه، يعني شحال كتفورني، يعني شحال خاصه الكونسوماسيون ديال شحال كتكونسومي ديال الانرجي، وشحال غادي ندير ليها انايا في ديجونكتور مانيتور تيرميك في كاليبراج، وشحال غادي ندير الكاليبراج في ديجونكتور ديفيرونسيال. الو ما تنساوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب لي يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وحاولوا تبارطاجيو الفيديوهات ان شاء الله. الى سالينا هاد الاشياء نقدروا نديروا لايف اولا غدا ان شاء الله اللي نحاولوا نشرحوا فيه الكهرباء اولا لانستراسيو الكتريك من الاول حتى الاخر، و لي ديجونكتور تا هما نعاودو نشرحوهم ان شاء الله. والى هنا تنتهي الحصه، ما تنساش تبارطاجي الفيديو ان شاء الله. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم و تفعيل الجرس وترك لينا واحد التعليق، او لا كان عندك اي تساؤل او لا اي حاجه دوز عندي الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك، غتلقاها في لي كومونتير او لا تلقاها في صندوق الوصف. والى هنا تنتهي الحصه، والسلام عليكم.